بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 361 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، عبر المفرج عنهم بموجب العفو الملكي وأهاليهم عن امتنانهم لجلالة الملك المعظم، معربين عن اعتزازهم بهذا العفو الملكي والذي يفتح لهم الآفاق للعودة لمجتمعهم وممارسة حياتهم الطبيعية في خدمة الوطن. أشكر الملك المعظم أبونا والكل على المكرمة السامية، وأشكر ولي العهد والجميع يعني إنه ما قصروا. وبالنسبة عن شعوري يوم شفت اسمي يعني صراحة أول شيء صحت، وهذه مو غريبة على الملك وشعب البحرين بمناسبة الاحتفالات الموجودة، عيد الشرطة وعيد الجلوس وعيد الوطني، والحمد لله ان شاء الله نشارك في نروح نحتفل ان شاء الله وياهم في هالمواضيع كلها. الصراحه اول شيء الشكر حق الله سبحانه وتعالى، وثاني شيء حق جلاله الملك ما قصر ومو بغريبه عليه. والله صراحه طلنا من الفرحه، يعني انا وايد تفاجئت، يعني كنت انا قاعده عن يوتي بس ما توقعت انه بينتهي الاتصال اللي بياثر صدره. يعني نشكر جلاله الملك على هذه المبادره، والله إن شاء الله يعيدها على البحرين هالعيد كل سنة، وكل سنة إن شاء الله في خير وازدهار إن شاء الله. ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء والحكومة كلها إن شاء الله، وزير الداخلية على هالمبادرة الحلوة. في مي غريبة على جلالة الملك، والله يطول بعمره إن شاء الله ويحفظه إلينا ويخليه إن شاء الله تاج على رأسنا إن شاء الله. أهنئ جلالة الملك المعظم بالعيد الوطني، وأشكره على المكرمة السامية، واتمنى ان شاء الله ما نرجع لهالدرب، ان شاء الله تكون يعني حياتنا ان شاء الله احسن حال، واقدر اخدم الوطن ان شاء الله بكل ايراد. والفضل كله يرجع الى كرم من الله ثم من جلاله الملك اللي اكرمنا، طلعنا من داخل السجن، اعطانا استبدال عقوبه، والحين اكرمنا ما قصر. بيض الله وجهه، جزاه الله خير جزاه الملك، يوم اعطانا بعد الحين عفو مره واحده، يعني شهادتنا مجروحه في جلاله الملك الله يطول عمره. والله الفرحه قويه عندي بالضبط، يعني ما اقدر اوصفها، يعني شيء فوق طاقتي. يعني اول شيء احنا عايشين في عيال، ثاني شيء جات المكرمه، ثاني شيء عجوزي والله العظيم ما قدرت تسكت من الصياح من كثر ما فرحت. ما اقدر اقول الا الله يجزي خير جزاه الملك اللي ما قصر، بيض الله وجهه وجعل من جابه الجنه اللي اكرمنا بهالعفو الملكي. نشكر جلاله الملك على العفو، الحمد لله رب العالمين، كلنا استانسنا، ونشكر اللي صنع لنا البرنامج التأهيل هذه لنكون صالحين للمجتمع. أنا كنت من برنامج العقوبات البديلة وطلع عفو باسم العقوبات البديلة، نشكر جلالة الملك. والصراحة الله يفرحنا الدنيا وآخرة، الحمد لله شعب البحريني طيب وحبوب ويستاهل كل خير، وما قصر أبونا حمد ما قصر، رحم الله والديه، ربي يفرح قلبه دنيا وآخرة. واليوم يعني بمناسبة عيد الوطني أهنيه وشكره وقل له رحم الله والديك يا يبا، أنت أبونا، أنت أبو البحرينيين كلهم، كلنا فخر فيك، ربي يحفظه إن شاء الله. وأشكر جلالة الملك على المكرمة اللي أكرمها عيالنا وطلعوا فرحتنا، صارت فرحتين، فرحة عيد الجلوس وفرحة عيالنا في أحضاننا. نشكر جلالة الملك على المكرمة اللي يعني إحنا نتوقعها منه، وهو أرأف على عيالنا مثل ما إحنا هو نحبه وهو يحس فينا ويحبنا. أولا هني جلالة الملك المعظم بالعيد الوطني، وأنا مرتاح وشعوري لا يوصف، وهني شعب البحرين كله، وهني ولي العهد، وهني وزارة الداخلية، مرتاحين ملكنا كذي ملك القلوب، نبي نشوف كل الدول تعرف ان ملكنا شلون يحافظ على شعبه. قدم خالص التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم بالعيد الوطني المجيد، والى عموم الشعب البحريني الوفي، و أريد أن أعبر عن شعوري بالفرحة والسعادة للإفراج عني والتواجد بين أهلي وناسي في العيد الوطني المجيد. حبيت بس أهني جلالة الملك بمناسبة اليوم، والحمد لله اللي فتح لنا صفحة جديدة أن نشتري فيها نفسنا، والحمد لله أن نقدر نلاقي أهالينا وكل شيء، والحمد لله على كل شيء، ونهني شعب البحرين وجلالة الملك المعظم بمناسبة عيد الوطني، وإن شاء الله يفتحها علينا ويكون سنة خير علينا يا رب. أولا نشكر جلالة الملك المعظم على هالمكرمة الإنسانية وما قصر،
زين، والله يخلي دوم عز وذخر لنا ان شاء الله. زين وزاره الداخليه ما قصرت ويانا وفرح اهالينا، وان شاء الله الجاي احسن. ونشكر جلاله الملك وما قصر في اي شيء ويانا، وزاره الداخليه ما قصرت في اي شيء ويانا، والحمد لله فرح اهالينا كلهم. اهنئ جلاله الملك المعظم على عيد الجلوس، واشكر الجهاز الامني على اعاده بناء المساجين للافضل ان شاء الله، وعطانا الفرصه ان نكون افضل في هالمجتمع. وشكرا جزيلا حق جلاله الملك لك ان عدنا احسن من مفاجاه لمفاجاه وللافضل ان شاء الله، ومشكور يا ملكنا. ونشكر جلاله الملك على هذه المكرمه، الحمد لله تيسرت امورنا ان شاء الله بعد ما نرجع حق هالسوالف. اشكر جلاله الملك على اصدار الحكم عفا عن استبدال العقوبه الحمد لله، والله يدوم افراح البحرين ان شاء الله. نشكر جلاله الملك وزاره الداخليه اعطونا فرصه عشان نقدر نواصل حياتنا، نقدر نسافر بسبب التزامنا، حصلنا هذا العفو الملكي. فاحنا نتمنى للجميع كل واحد يصلح نفسه، وان شاء الله الامور تكون طيبه للجميع. يعني اليوم اتصالية حق اصدار عفو ملكي عن العقوبة البديلة اللي ننفذها عن واحد من الملتزمين، كنت في حضور، واشكر جلالة الملك، اشكر ولي العهد، اشكر وزير الداخلية، شكرا.